برئاسة سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وافق المجلس على مشروع قانون لتشديد العقوبة الواردة في قانون العقوبات بحق من يحمل على ارتكاب الفجور عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث بدأ بالنظر في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن رعاية وتشغيل المعاقين. وقرر المجلس التصويت على توصية اللجنة بعدم الموافقة وأخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة. ثم بحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الميزانيات العامة والمتضمن توصية بعدم الموافقة. وأكدت اللجنة أن الموافقة قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانيات العامة للدولة. تشديد العقوبة جاء من أجل طبعا يعني الردع العام، بحيث أن عدل الحد الأدنى من العقوبة كانت وصلها إلى خمس سنوات، وأيضا يعني غير من نوع الجريمة كانت جنحة والآن أصبحت جناية. وافق مجلس الشورى اليوم على توصية اللجنة المالية بالنسبة إلى عدم قبول مشروع التعديل المادة 32 من قانون الميزانية. وطبعا جاءت هذه التوصية مبنية على أساس أنه لا يوجد هناك أي خلل تشريعي في هذه المادة في قانون الميزانية، وإنما في نفس الوقت يمكن تسبب يعني نوع من الإشكالية في ترجمة الاعتماد الاحتياطي، حيث أنه كان يعني التفسير واضح بأنه يعطي المرونة للحكومة بأنها تأخذ في الاعتبار عندها موجود نسبة 3% اللي هي تم الموافقة عليها في أثناء نقاش الميزانية العامة من قبل مجلس الشورى والنواب، وهذه النسبة تعطيها المرونة في أي مصروفات عاجلة تحتاج لها الحكومة في أثناء تنفيذ هذه الميزانية.